الله عز وجل يأمرني فاسألوا أهل الذكر. الله يأمرني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أهل البيت، أهل البيت، أهل الذكر، أهل البيت. لا يمسه، يعني لا يفسره ولا يؤوله إلا منه، منه إلا المطهرون. من هم المطهرون؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. كله واضح، واضح. أنا آخذ القرآن من المغيرة بن شعبة الذي وقع نظر الإمام الحسن عليه في مجلس معاوية فقال: يا مغيرة، أنت الذي ضربت أمنا فاطمة حتى أدميتها، وقد تليت عليكم هذه القصيدة الرائعة التي حقيقة كل بيت يسوى الدنيا بما فيها، لعزيزنا وحبيب قلبنا شاعر أهل البيت الأستاذ مصطفى حفظه الله. حقيقة هو المصطفى، المصطفى في الشعراء ومن الشعراء.